تتعرف مدينة القنيطرة يومياً حملات أمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها. هذه الحملات الهدف ديالها تحقيق الأمن والاستقرار لمختلف شرائح المجتمع. كاميرا 360 اختارت الخروج مع أمن المدينة بكل الفرق ديالو لتغطية المداومة الليلية واللي كانت من نصيب الدائرة 11. المداومة عندها واحد التوقيت اللي هو معين، هو الساعة 6:40 يعني الرابعة والنصف بعد الزوال. هنا يعني المداومة بالتناوب كل دائرة كيكون عندها الحظ ديالها في مباشرة ديالهم. مثلا اليوم كاينة الدائرة 11 من الرابعة ونص إلى غاية 8:30 من اليوم الموالي. إذا استقبال الشكايات الإنصات إلى هموم المجتمع للتجاوب مع نداء ديال المواطنين عبر الخط ديال قاعة المواصلات الخط الأمني 19، وكذلك توجيه النجدات عبر استراتيجية أمنية محكمة. كل قطاع كل دائرة ترابية عندها واحد حملات أمنية مركزة في داخل القطاع، ناهيك عن الشرطة القضائية، تنسيق مع الشرطة القضائية وتنسيق مع مصلحة الاستعلامات العامة ليجعل العمل أكثر رقيا وأكثر نجاعة لتحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن والسكينة للمواطنين وبالتالي الحضور وترسيخ الأمن. قبل ما تخرج فرقة المداومة باش تبدا العمل ديالها، توصلت بإخبارية من فرقة مكافحة المخدرات اللي علمتهم أنها جدات واحد العصابة تروج الحشيش. مركز 5 كذلك من 50 مصلحة الانتظار. واش هذا الايقاف ديال النرويجين؟ النرويجين ديال المخدرات اللي تم ايقافهم من طرف الشرطه القضائيه. المحجوز هو رفقه الضابط المختص بالفرقه المختصه ديال المخدرات. باقي المشارك هذا الامر يتعلق بالتجاره في المخدرات بخصوص الهواتف النقاله. هواتف النقاله كمية مهمة من الممنوعات حجزتها فرقة مكافحة المخدرات تحت الرئاسة الفعلية لرئيسها بعد ما توصلت بمعلومات مهمة حول الموضوع، وهذا الشيء فرض تفتح تحقيق سريع لمعرفة كل الأشخاص المتورطين في العملية، خاصة وأن هذه المحجوزات متنوعة ما بين الحشيش والقرقوبي. جاتنا معلومة أن واحد الشخص كيروج مخدرات، لأن أنواع ديال المخدرات كيروج الشراء كذلك الأقراص المهلوسة بهذه المنطقة. وللتأكد من الأمر يعني توجهت الفرقة المختصة اللي هي محاربة المخدرات، كذلك الفرقة العاملة بالقطاع اللي هو فرق الأبحاث، وتم القيام بواحد يعني أبحاث ميدانية وتوجهوا لتما، يعني داروا إن بلونك تما وقفوا تأكدوا أن فعلا كاين واحد الترويج. بمجرد ما تأكد أن كاين داك الفعل الإجرامي، الحمد لله تشدوا داك المستهلك اللي كان غيشري واحد حبة من داك الأقراص المهلوسة، وشدوا كذلك اللي كان غيزودوا اللي تلقاو عنده في حالة تلبس، ضبطوا عنده واحد مجموعة من الأقراص كذلك مجموعة ديال القطاع ديال المخدر الشراء. عناصر المداومة تلقات إخبارية جديدة من قاعة المواصلات دفعتها للخروج بسرعة لمعرفة ملابساتها والظروف المحيطة بها. دائما في إطار محاربة الجريمة كما لاحظتم اللحظة تلقينا واحد المكالمة هاتفية من قاعة المواصلات، مفادو أن واحد لص استغل واحد الفرصة في واحد الشريط الغابوي تبع واحد القطاع يسمى قطاع السكنية بالقرب من حي الإرشاد، والوحدات توجهت غالبا غتم الإيقاف ديالو، راه حاصروا في ديك المنطقة، غنتوجهوا بعجلة نشوفوا إلى أي حد عملية الإيقاف غادي تتم، كذلك غادي نشعروا نجدات أخرى اللي تتوق المكان. عجل حنا غاديين دابا. سي 30 اللي كان شي برقية أرسلوا لهنا. مبلغ يدين يديروا مجهودات حول العثور على الضحية ربما تكون في الشريط الغابوي في ديك الجنبات، يدير تنويع للطاقم. ترجمة
غير وصلت عناصر المداومه للمكان. كان في استقبالهم فرقه الدراجي اللي قدرت بفضل تدخلها السريع تشد شفار وترجع التليفون المسروق. هاد العناصر اللي اصبح العمل ديالها مهم بزاف في المدينه وقدرات تنقص من جرائم الشفره. ديالنا رتم الايقاف ديالو الحز وما حجوا لحد راه عثرنا تاع الضحيه، الضحيه اللي تعرضت للسرقه تحت طائله تهديد بسلاح ابيض. اذا غادي في اطار التاطير كاين رئيس الديمومه اللي عنده واحد الاحترافيه كذلك، غير غادي التاطير ونشوف باقي الاعمال ديال الضابطه القضائيه على مستوى الديمومه. كذلك غننادي على الشرطه القضائيه للتنسيق من اجل احاله القضيه للشرطه القضائيه لمعرفه هل هناك قضايا اخرى مترتبطه في هذا المعنى بالامر. من اللي رجعنا للدائرة 11 المكلفة بالمداومة، كانت العناصر الأمنية تما تتسمع للضحية اللي صرحت بالأقوال ديالها وعطات أوصاف الشفار وتفاصيل السرقة اللي تعرضت لها. كنت في الغابة أنا والصديق ديالي كان ترينيو، غير حطينا التليفون بقينا كندورو غير على الشجرة باش نديرو حركات، ما عرفناش هاد السيد منين خرج لنا حتى طير التليفون وهرب. كان معنا واحد البوليسي حتى هو كيتريني حدانا تبعوه ما قدرش يشدوه، عيط على شي صحابو جاو عندنا جوج بالماطر تبعوه، وانا دابا في كوميسارية وجابوا لي تليفوني. هادشي اللي وقع على مستوى حي المنتزه. تمكنت فرق الشرطة بمختلف اصنافها بقيادة الرئاسة الفعلية ديال العميد المركزي واحد الشكيات عرضت لسرقة ديال الهاتف في النقال ديالها. بمجرد ما توصلوا وحدات الشرطه بالخبريه على الفور تم الانتقال، وكذلك تم ايقاف الشخص المعني بالامر والحوزه ديالو الهاتف النقال اللي هو المحجوج. اثناء التحقيق مع ضحيه السرقه تلقت عناصر المداومه مره اخرى معلومات حول القبض على مروج المخدرات، واللي بفضل المعلومات الدقيقه توصلت بها مكافحه المخدرات قدرت تشدو متلبس. وصلنا بتعليمات من القياده باش نعملوا واحد العمليه امنيه على مستوى دوار عين سبا مخليف اللي كيعرف بعض النقاط السوداء. توصلنا بمعلومات من احد المخبرين كانوا احد الاشخاص اللي كيتاجر في المخدرات كيتوجب واحد بعين المكان. انتقلنا على وجهه السرعه رفقه العناصر ديالنا وقمنا بواحد ضربنا عليه واحد طوق امني وضبطنا المعلم الامر في حاله التلبس. حجزنا منه 30 غرام ديال المخدر الشيره كذلك مبلغ ديال 720 درهم حصيله المبيعات. عناصر الشرطة انتقلت مرة أخرى للدائرة 11 باش تحقق مع المتهم وتعرف كيفاش ومنين جاب المخدرات والتجار اللي كيشري منهم، خاصة وأن المتهم ما عندوش سوابق في الموضوع. كما سبق لكم قويلا رجيتو عندنا المصلحة ديال الاستمرار بعد ما جابت وحدة من وحدة ديال الشرطة العاملة بالقطاع. هذا الشخص هو متلبس بحيازة قطعتين كبيرتين من مخدر الشراء ومبلغ مالي وهاتف. جرت العادة أن من تيجي الإجراء الأولي للدائرة تدير واحد إجراء أولي وتنسلم بموجبه المعني بالأمر والمحجوز للشرطة القضائية لمواصلة البحث. من بعد التحقيق مع كل المتهمين غادي يتم تقديمهم للنيابة العامة كل واحد بالتهمة المنسوبة ليه في انتظار إحالتهم على العدالة اللي غادي تقول كلمتها في حقهم. وهذا غير جزء بسيط من العمل اليومي للعناصر الأمنية في المدينة واللي استطاعت بفضل تدخلاتها الفعالة من الحد من الجريمة ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.